يا احبائي، من آمن بي يصنع هذه الآيات وأعظم منها. إلهنا إله معجزات يا نصراني، ليكن لك الإيمان الغالب، ليكن لك الثقة الغالبة. صدق ولا بد أن مرة ذهبت الأشجار لتمسح عليها ملكا، فقالت للزيتونة املكي علينا. فقالت لها الزيتونة: أأترك دهني الذي به يكرمون بي الله والناس وأذهب لكي أملك على الأشجار؟ ثم قالت الأشجار للتينة: تعالي أنت واملكي علينا. فقالت لها التينة: أأترك حلاوتي وثمر الطيب وأذهب لكي أملك على الأشجار؟ فقالت الأشجار للكرمة: تعالي أنت واملكي علينا. فقالت لها الكرمة: أأترك مسطاري الذي يفرح الله والناس وأذهب لكي أملك على الأشجار؟ ثم قالت جميع الأشجار للعوسج: تعال أنت واملك علينا. فقال العوسج للأشجار: إن كنتم بالحق تمسحونني عليكم ملكا، فتعالوا واحتموا تحت ظلي، وإلا فتخرج نار من العوسج وتأكل أرض لبنان. الأصحاح السادس. ونظرت لما فتح الخروف واحدا من الختوم السبعة، وسمعت واحدا من الأربعة الحيوانات قائلا كصوت رعد: هلم وانظر. فنظرت وإذا فرس أبيض والجالس عليه معه قوس، وقد أعطي إكليلا وخرج غالبا ولكي يغلب. ولما فتح الختم الثاني سمعت الحيوان الثاني قائلا: هلم وانظر. فخرج فرس آخر أحمر، وللجالس عليه أعطي أن ينزع السلام من الأرض وأن يقتل بعضهم بعضا، وأعطي سيفا عظيما. ولما فتح الختم الثالث سمعت الحيوان الثالث قائلا: هلم وانظر. فنظرت وإذا فرس أسود والجالس عليه معه ميزان في يده، وسمعت صوتا في وسط الأربعة الحيوانات قائلا: ثمية قمح بدينار وثلاث ثماني شعير بدينار، وأما الزيت والخمر فلا تضرهما. ثمية قمح بدينار وثلاث ثماني شعير بدينار، وأما الزيت والخمر فلا تضرهما. ولما فتح الختم الرابع سمعت صوت الحيوان الرابع قائلا: هلم وانظر. فنظرت وإذا فرس أخضر والجالس عليه اسمه الموت والهاوية تتبعه، وأعطي سلطانا على ربع الأرض أن يقتل بالسيف والجوع والموت وبوحوش الأرض. الأصحاح الثاني عشر. وظهرت آية أخرى في السماء، هو ذا تنين عظيم أحمر له سبعة رؤوس وعشرة قرون، وعلى رؤوسه سبعة تيجان، وذنبه يجر ثلث نجوم السماء فطرحها إلى الأرض. والتنين وقف أمام المرأة العتيدة أن تلد حتى يبتلع ولدها متى ولدت، فولدت ابنا ذكرا عتيدا أن يرعى جميع الأمم بعصا من حديد. واختطف ولدها إلى الله وإلى عرشه، والمرأة هربت إلى البرية حيث لها موضع معد من الله
لكي يعودوها هناك 1260 يوما. وحدثت حرب في السماء، ميخائيل وملائكته حاربوا التنين، وحارب التنين وملائكته، ولم يقووا فلم يوجد مكانهم بعد ذلك في السماء. فطرح التنين العظيم الحية القديمة المدعو إبليس والشيطان الذي يضل العالم كله، طرح إلى الأرض، وطرحت معه ملائكته. وسمعت صوتا عظيما قائلا في السماء: الآن صار خلاص إلهنا وقدرته وملكه وسلطان مسيحه، لأنه قد طرح المشتكي على إخوتنا الذي كان يشتكي عليهم أمام إلهنا نهارا وليلا. أما الرجل ففارغ عديم الفهم، وكجحش الفرى يولد الإنسان، وكجحش الفرى يولد الإنسان.